إلى جميع عشاق الكسكس، إكسترا تضمن لكم نجاح وصفات الكسكس عالية الجودة، شهية ولذيذة، صحية وسخية، مع مجموعة كسكس إكسترا المختلفة: كسكس متوسط، كسكس رقيق، كسكس القمح الكامل وكسكس الشعير. فاجئي نفسك مع كل وصفة. إكسترا بنان، هذا مكان. وسهلا بكم مشاهدينا، مرحبا بكم معنا في حصة جديدة من برين فاميلي. رمضان يجمعنا، اليوم راني مع نجوى اختي. اهلا نجوى. اهلا بك سميحة. اهلا مشاهدينا الكرام، اكيد كيما تعودوا مشاهدينا انا وسميحة رايحين الكوزينة باش نقدموا أطباق. كما تقول نجوى لوحة من الأطباق اللي عندنا توجور بيان سور اون انتري ولا مقبلة، طبق رئيسي وتحلية. اليوم كاين تحلية نجوى؟ كاين تحلية أكيد لازم. وكاين واحد الخبز اليوم كما يقولوا بالعامية، لي ما تجربوش راهي تراطي. راهي تراطي، غير وجدوا الورقة وستيلو ولحقونا المطبخ. يلا بسم الله. بسم الله. إذا المشاهدين نبداو في المنيو، نبداو نوفاش وصفة تاع الخبز. الخبز أكيد دائما نبداو بالخبز. هنا كتبوا مليحة. عندي 300 مليلتر تاع حليب. 300 مليلتر حليب. الحليب يكون شوية دافي أكيد. عندي 100 مليلتر تاع ماء، في حليب وماء. داكوغ سي بون. عندي 15 غرام تاع خميرة خبز. 15 غرام خميرة خبز. وعندي 15 غرام تاع سكر. 15 غرام تاع سكر. راني كل اي نعاود موراي. تري بيان، هنا نخلطو اكيد. واش نزيدو؟ نزيدو 100 مليلتر تاع زيت. هكذا. وهنا عندي بيضاتين، بصح نسحق غير البياض البيض، الصفا نخليهم بعد لا دورور. هذا مكان. بسم الله. الصفا نخليه كي يختمر، نحطوه هنا. شكرا سميحة. هنا عندي 700 غرام فرينة. بون هاد الكمية حدي لي، الله يبارك، دي لي الخبز. حنا في رمضان سميحة يا اخي نحبوا الخبز. نحبوا الخبز. كتري. الو عندي 700 غرام تاع فرينة، ونقدر ندير يعني نصف الكمية اللي تحب دير. نص 350. هنا 700 غرام فرينة. بسم الله. سي بون. سوبر. الصفا نخليه من بعد ما وي. ونزيدو كمية تاع الملح. ملح عندنا 15 غرام تاع ملح، في الكيلو نديرو 20. نديرو هنا 15 غرام. هنا عندي حبة حلاوة مرحية، سواء نشروها مرحية ولا من الأفضل حبة حلاوة في الدار نرحوها. هنا ندير كمية على حساب. شحال ندير الملح نجوى؟ 15. في المنزل نحبوها نديرو، ما نحبوهاش يعني نقدروا نديرو حاجه واحده اخرى. سي بون. سي ماجيك. سي ماجيك. جاتني 15 وصفة. هادو هما المقادير تاع هاد الخبز. دوك حنا واش نديرو؟ نبداو نعجنوه. بسم الله. دني هنا نجوى العجان باش فوالا. زيدني شويه. تري بيان. هكذا لازم يتعجن مليحه. تري بيان. نعجنوه من بيدنا يتعجن. هنا سميحه بعد ما يتعجن نروحوا للطبق الرئيسي. تفضلي الطبق الرئيسي. الوغ هذا الطبق واش فيه؟ باذنجان، البطاطا، وكريات تاع اللحم. الوغ هنا عندي شرائح تاع بطاطا مقليين،
شنو رايح تاع باذنجان، سواء نخليهم سواء نحطهم في الفرن شويه زيت ولا في القلايه الهوائيه. في القلايه الهوائيه تخبل. هنا عندي كما نقولوا حنا فلفل حلو مشوي مشوي الوان ولا اخضر، واش عندك في البيت؟ ما كان حتى مشكل. هنا عندي واحد 3 حبات. هنا عندي شرائح تاع طماطم حيت لهم القشره، دوك هنا قدامهم حندير لهم شويه ملح شويه في الكحل. سي بون. هنا عندي كميه تاع لحم مفروم، كميه اللي حبيتها نديرها كان حتى مشكل. صلصه الطماطم، البصل دبلتو، شابلور معدنوس سميحه تقطعنا الحشيش، وهنا هم التوابل. دوك حنا باش حنبداو، نبداو نجيبو الروب وسميحه كذلك، لانه التتبيله هذه في اللحم، التتبيله هذه راهي حتزيد فيه بنة على بنة. الو عندي كميه تاع لحم مفروم، نقدو كذلك نديرو خليط تاع اللحم مفروم وصدر دجاج مفروم، يعني اللي يحب يخلط النكهتين ثاني كيجو بنان. هنا عندي بصله قطعتها صغيره ودبلتها في زيت وزبده تكون متوسطه. عندي كميه تاع معدنوس وسامحه دوك زيد لنا الحشيش. نروحو دوكا التوابل، اكيد الملح حاجه الاولى اللي نبداو بها، الملح ولا الملح غير خليه هنايا عاود رجعتو. اي بسم الله. طيب انت في الملعقه هذه كبيره، هاي اللي كانت تري بيان. الو نحط كمية تاع الملح اللي نحتاجها، نخلوه هنا. عندي تبعو مليح معايا شوية تاع كركم، نحطو لك هنا نجوى. شوية تاع راس الحانوت، شوية تاع كروية يعني يجي مليح متبل. هذا عندي شوية تاع كمون ما نكثرش، سختو لا كان قاصح، شوية سكنجبير. هنا عندي الثوم، التريسان ثوم، العكري، فلفل اسود. ديري شويه زيت. شويه زيت وحبابيط اي شابلور. الوغ درنا كلش هنا سي بون تري بيان. الوغ نديرو شويه حاره مشاهدينا، نزيدو له غير في البنة حبابيط. هنا نزيدو حبابيط اي لا شابلور، نزيدو حتى من تتلم. شكرا. نزيد له كمية تاع شابلور باش يشد روحو مليح. تخي بيان. درتي الملح؟ درت الملح. خلاص سير نورمال درنا كله ما نسينا والو. بسم الله. تحقي المقله نجوال، ندير لك فيها الزيت. شويه زيت، وي شويه زيت وزبده. زيت وزبده؟ وي شويه ولا بزاف باش تقلي ولا شوفي نزيد؟ ماشي نقلي بزاف سميحه، جوست نحمرهم. خلاص اوكي ما عليك فيه، لانه حيكمل طيابه في الفرن. اي سي بون سي بون سي بون. وي تري بيان، تجي هكا طريه روعه. الوغ ندير شويه. وي شوفي نجوى. وي سي بون. نديرهم سوا دوائر هكذا، انا يعجبوني هكذا سميحه جميله. خليني نكمل لك ماله و... وانا نبدا الطبق. سي صح. نجوزهم في لافارين، نجيب مغرفه حطب. سي بون حط الحطب وراهم هم حنايا. فوالا اللي جبت لك كل شيء. شعلتي على المقلاة؟ سي بون شعلت. بس باش نطمها نجوى. اوكي
خليه يختم من بعد نولو له. انت قلتي لي راكي مسؤوله عليها انا يعني. مسؤوليه واعره. مسؤوليه واعره. هاي هكذا خلوه يختم قدامنا كوزينه وانا نعسو فيه. فوالا الو هاكي سميحه وانا ندي امانتي منا هذيك منا بها. الو هنا مشاهدين شايح بطاطا اكيد بعد ما قطعتهم وقليتهم الباذنجان قلنا سوا نديرو او فور سوا نقليه اللي حبي ينقص كما قالت سميحه في الهير فراير. هذه الطوماطيش ما درت لها والو حندير لها شويه ملح قداكم في الكحل ونستعملوها درت لها ديجا الملح سي بون. الو نبداو الطبق تاعنا شوفوا كيفاش نديرو هكذا عبالي شويه خدمه بصح يعني يجي رائع. شكرا سميحه شكرا. هذا هكذا هادو كاع جوزهم سميحه في شويه زيت ولا في الفرن يعني طرشي شتي يجي بنين كي يكون مشيح شويه. فوالا هكذا كي انسي دو سويت اوليو نديرو ايطاج بايطاج نديرو هاد الكيفيه. Les couleurs, c'est beau. Ah oui. كلش كلش وكلهم دائما الفم يعني الفم ياكل قبل العين تاكل قبل الفم. صح. يقول لك الفم ياكل قبل اللهم اني صائمه. وخلاص. فوالا انا ما قعدليش. نفدهم نحطهم في طبسي وحده اخرى من جوا. وي وي سي بون هادوما نزيد الباذنجان فوالا هكذا ولي يقعد نحطو ارواحي راهم يهربولي هكذا قولك صح صح ريحة اللحم كي كي تتقلى ولا تشوى انا نفهم جحا جبنينه. الوغ هنا صوص الطماطم اكيد كيما تعلمنا نديروها توجور طومات كونكاسي شويه في مقله شويه ثوم نعطروها كذلك الملح في الكحل شويه عكري الرند وزعتر سميحه وابخي كي طيب لي تولي ميم كونكاسي يعني راهي طيب هكذا سينو نقدر كذلك نرحيها بلا مولينات. انا واش ندير نحط شويه صلصة الطماطم هنا ما بيناتهم باسكو هذا حندخلوه يكمل يسوغراتين او فور نحطها هنا في الوسط فوالا كيما تقول سميحه لازم ناكلو مليح فوالا ولي بولات حنحطهم خلاص وليت شايعه انايا لازم ناكلو مليح كاع تحبوا تاكلو مليح. ايه شكون ما يحبش ياكل مليح؟ معاك زيدو ناكلو مليح. ايه ومعايا زيد تاكلو مليح صح سقمتيها سقمتيها. ومعايا تحلى الحياه. وتحيا ويحيى الاكل مع سميحه. هكذا زدت لك الحبات هكا قلتي لي حمريهم برك
ندخلهم في الزيت بهذه الطريقه يجوا بنان. وي يكملوا طيابهم هكذا في الفرن. فوالا نكمل لك نديرهم. شكرا. وي تروحي لنا العجينتي. ايوا هادو شنو طرشي هذا؟ هادو من بعد قبل ما يدخلون نحطوا هنايا. ايوا هادو كاع ديكور صراحه. واش قلنا الديكور يلعب هذا نقدروا نديروه يعني هكذا ايتاج بايتاج مي هكذا بريزونطاسيون شابه. الوغ انا على بالي بلي رايحه ليمن راني رايحه للخبز هذوك منا بهم سميحه. خلاص شوفي انت يا طيبنا وكملنا. انا قريب ناكلو قولي لي. الوغ نخليك لي سباس شويه نروح للخبز. شوفي نجوى جبل ربي تحسبتيهم يعطيك الصحة. فوالا شوية أخضر هكذا إي جو غراتين سامحة كملي هنا على بالي كملي كملي ما عندي ما نقول في الديكور ما شاء الله عليك. وأنا نروح للخبز. بعد نص دار حالة. بسم الله اكيد مشاهدينا الخبز تاعكم بعد ما يختمر يخمر مليح يدوبل دو فوليوم باش نروحو نستعملوه نوزنوه نرسلوه ننبسطوه. فوالا لاباط هايله وليت بانسو مع البيض. شكرا. فوالا نرجعو هنا معليش. دوك حنا واش نديرو هاد لاباط؟ شوفي هايله باط تري سوبل يا معلول تحسيها جريه بصح هي تجي هكذا خفيفه. داكور حنا نجيبو دوكا ان غولو نحلو لاباط هكذا نجوا. ايوا سي بون هكذا وي. ومن بعد كي نحبو ولا قعدنا شويه طرشين ثاني نزيدو نديكوريوه وشويه معدنوس مع الاخر كيطيب. دوك نحطوه في الفرن سميحه حوالي ربع ساعه 20 دقيقه ونحوه باش كلش راح يتجمر مع بعضه والمعدنوس من بعد ومعدنوس سي بون. اوكي اوكي هاي تري بيان. الوغ نجيب لو غولو ونبداو. وجد لك سنيوه هنايا. وي ندير لافارين جينيروزمون ما نخافش باش ما يلصقليش ونحل هكذا. فوالا نحلها مستطيل مربع ما يهمش نسونسيل نحلها هكذا بهاد الطريقة. ولا حسيتها لصقت دائما نعاون روحي بلافارين. الوغ دوكا نسحق مارغرين او زبده سباتول تسحقيه ولا بيدك ولا نون بانسو باسكو راهي طريه. اها جوست ان بانسو هكذا. اها اون ايتال باش تجينا شغل فيتي. دونك هذه هي السر تاع البنه. هي هذا والوصفه السر تاع البنه. اكيد الوصفه سي سيغ ولا كان ماشي تعطيني الوصفه كيفاش نعرفوها؟ سميحه بدلي لي هذا عطيني سباتول. شكرا. اوكي خير. بون ما نديروش بزاف غير هكذا شويه. اون ايتال ليجيرمون ماشي بزاف باسكو لاباط يعني الكميه اللي كنا نديروها داخل الخبز انا استعملناها هنا. اوكي درنا برك الزيت. ايه برك الزيت باش ما يجيناش كيقولوا يابس. دوكا حنا واش نديرو نجيبو هادي هكذا. اها وهادي هكذا. اوكي ومن بعد واش نديرو؟ خلاص هادي مازال. مازال ما تقلقيش اختي ما تقلقش مازال مازال ما يقدرش الشغل الشغل مليح يطول ما تقلقش. ما تقلقش فوالا هكذا
انا ما نتقلقش خنجو حتى تعرفيني ما نتقلقش. واش نقول لكم واش نقول لكم على ولادكم؟ نقول لكم ندير لكم طياب ندير لكم بياس مونتي نفع ما شدش ولادكم زعما شد ولادكم الله في الطياب وكلش ما تقلقش تري بيان. انا لازمش تقلقي صح سينو اون بو راتي لا شوز. ولا تقلقنا في الطياب معناتها في حاجه واحده اخرى شنو كاش الوغ بعد ما درنا هك وهك دوكا حنديرو هك وهك سي بون سي بون. من الافضل انكم تخلوه يعني شويه في الثلاجه يشد روحو فوالا باش لو فيتاج يجيكم شباب مي سي با ان ليجو فيتاج يعني حيمدلو خفه هذه الطريقه سينو نحلوه ديراكتومون هكذا باش يشوفوا المشاهدين. بسم الله روح معاها مغيب شويه هكذا شغل مرق ومطوي بزوج جهات بزوج جهات اكزاكتومون. انا نقول لهم خلوه هكذا دوك يجيك شويه الاستيكي في الثلاجه اه خلوه في الثلاجه معليش يرتاح واحد ربع ساعه ولا دازون اون اندرو ان بو فري دوك ما نحلوش بزاف سميحه هكذا برك ليجامون كما قلتي حيجينا الاستيك يتعبنا شويه مي نخدموا به باش المشاهدين خلاص الطريقه اوي وي خلاص سي بون دوكا سميحه وجدتي لي سنيوه وجدت لك سنيوه هالك لك الصحه زيدي واش خصك الوغ لا غولاتي غير هنا نجيب لك البوس اه شوف نرجعوا من هاد الكوتي شوفوا مليح المشاهدين من هاد لو كوتي غولاتي تما من الفتحه يجيني منها اي هنا حطيتها جوست هنا الوغ هنا هكذا معليش هذا دوك نولوا ليه هما هذا حنديروه حنا دوكا 2 سنتيمتر اون كوب وهنا الفيتاج دوك نولي ليها هكذا 2 سنتيمتر 2 متر ونص اون كوب هاكي سامحه الوغ دوك حنا انا كون جو كوب واش ندير ندير هكا دي تورساد بهذه الطريقه لوي هكذا لوي ونروح الوغ هكذا سامحه ومن بعد نبداو وهادي نجيبوها هكذا يا سلام يا سلام ومن بعد نحطوه هون انا جو بادي جون يا اخي وي جون دوف هذاك ولا شتيه بزاف تري زيدي له كلكو غوت دو ما ولا لي حليب ولا جاك مليح خليه الوغ دوكا واش نديرو شويه ما اه غير شويه هكذا باش تشوفوا معايا نفس الشيء هكذا 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 وهذا لي جارمو من التحت هاوليك نطولوا شويه وندور كيش يقولوا نبرم سميحه هكذا جيني كي الورده نعم هادي نديروها يعني ميم كونت هادو نقولو حنايا دي شوت نقدرو نخدموهم حتى مشكل نحو هكذا غير بشويه فوالا سهل سهل صح ويخرج الله يبارك يعني هاد الكميه حتخرجنا حوالي اي نحسبو حد 11 الى 12 خبزه وهذا سميحه جات 12 خبزه الله يبارك اه هذا سميحه يجوز كلش مع شوربه مع حريره مع قهوه حليب مع قهوه حليب مع السحور صح هايل النكهه تاعو روعه الو حنا سميحه ندير زراره اه ديري زراره تي عندك غراند بافو عندك كلش كل فن شويه ايوا خلوه يختمر يضاعف الحجم تاعو باش نطيبوه ديجا لاباط اري تري سوبل كونت اون اون بات سوبل
راهي تختمر تمتم ما تطولش. الو حنا واش نقولوا للمشاهدين سميحه؟ نروحوا فاصل ونواصل. عدنا لكم مشاهدينا مع التحليه. الو نجي واحد ان التحليه كما تحبوا انتم خفيفه ظريفه هاك 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 ده. تفضلي وسورتو فيها الفلان. فيها الفلان ايوه خلاص مالا اشريو الفلان دوك انا نعطي لهم المقادير. اشريو الحليب الكريمه الفلان فلان فاني فلان فاني فلان فاني وكذلك لي بودوار سي بون. هذا واش غادي نشوف وهذا يا ما على باليش. هذا قهوه حليب. قهوه حليب ايوه قهوه حليب تشربوا حطوا هنا. الوغ هنا عندي 900 مليلتر تاع حليب. عندي 100 مليلتر تاع كريمه. اي معناتها درتي 1 لتر 1 لتر هنا 1 لتر. هنا عندي ان باكي دو فلون فاني. لو باكي دو فلون فاني معناتها الكبير الكبير باكي فلون فاني سلونز دو صغار. ايوه هذا 100 غرام. عندي ان جون دو داخل. عندي 100 غرام شوكولا بيضاء باسكو حماش نديرو فيها الزبده ولا يعني فيها هادو المقادير برك. وكذلك عندي المايزينا 50 غرام تاع مايزينا. 50 غرام مايزينا انا شوكولا ايه. قلتي نجيب مايزينا 100 غرام 100 غرام 100 غرام شوكولا. انا جادو هاد الشوكولا الشوكولا 100% مانيفيك. هنا سميها التحليه ما فيهاش سكر لانه الفلان حلو والشوكولا حلوه. ايه اوكي يا الزينه من السكر خلاص كما قالت امي عرفتك حنا كبرنا دوك ماذا بينا ما ناكلوش السكر ناكلو بديل السكر. ايوه الصحي صحي وي لا بصح كاش منها. سمحي لي امي بصح راكي تشوفي فيها بصح ما كاش منها. عندي نصريتلا 900 مليلتر تاع حليب. ألفنا نصريت لها سامح ألفنا ايه 900 قلت لكم هادي نخرجوا منها كمية حيث يومين ثلاثة ايام حنا ناكلوا فيها. وهادي 100 مليلتر تاع الكريمة هاي هنا نخلطوا كلش مع بعضو. هاد الشوكولا حدوب من بعد ايه من بعد كي نطيبها لنا مع الاخرين نزيدها. فوالا هنا عندي صفار بيضاء هذا حتزيد لنا البنه فوالا. وعندي 50 غرام تاع مايزينا. واش نزيد نقطع لك انت سي بون هذا بودوار اه وي نقطعهم لك على اثنين على حسب هاد لي فيغينا باش نديرهم نديرهم ديكور اي اونتر تون يزيدو في البنه حنغطوهم في القهوه هكذا ولا هكذا ولا فوالا هكذاك تري بيان وزننا كلش. شحال ديري زوج ولا ثلاثة ولا أربعة؟ نزيد باكي فلون هكذاك زيدي أربعة. زيدي هابطي لهم سامحة معليين نقسمهم؟ وي زيدي نقصي لهم إي أن باكي فلون دوكا الفوي ونمزج كلش مع بعضو ونروح فوق النار. راني ندير في الخياطة على جال الفيغي نتاعك. هاي بسم الله شعلك هذا اه تحلية سهلة بزاف سهلة سامحة سهلة وسريعة سريعة وي باش نقدر ندير هكذا خير ومغذية. شحال يشربوا الفلون لازم تقعدي تحركيه. انت ما كاش وحده صغرها ما نجازش على الفلون بدينا قبل الفلون اكيد تفكري في الصغر شكون اللي ما بداتش بالفلون الصراحه كامل طيبنا الفلون. واش درتي اليوم درت الفلون واش تعنيك والفلون واحد اللي يحب فانيل واحد اللي يحب شوكو الاخر يحب فخاز صح تلقاي روحك تعمري هذوك لي غام كان كامل مزيه كاين الفلان مزيه مزيه بدينا بالفلان
ومن بعد بدات الحاله شويه لا لا بلا غير الفلون نقص علينا زدنا في البنه نقص علينا التعب التعب صح ما كاش منزل يعني جزائري ما تدخليش في رمضان ما تلقاش عنده فلا واش تفرض واحد من عائله يحوس على الفلا صح انا في السعوديه وعندي فلا كاع الانواع عندي الفلا تقدروش بلا فلا خاش انت ما عندناش فلا عندنا كريم كراميل ما عندناش الفلا نو ما جي با تروفي فلا بالك وحيد صابوه مي انا ما صبتش الفلا كاين كريم كريم كراميل انا نوستالجي ومن بعد ديري فيه هذا مع الاخيره ان فيغلي نحطوا فيه الشوكولا شوكولا بلون قلنا 100 غرام ونعمروا الزوجه ديال الفانيلا درتي نديرها مع الاخير جيبيها لنا باش ما نساوهاش ندير لك زوج وي باسكو ديجا سميحه لو فلون ايلي اروماتيزي حنا نزيدو برك تعززي برك الذوق تعزز الذوق ونقدروا كذلك نحبوا نديروا كوز دو فانيل انا نخير اون بو فير ميتر لا كوز دو فاني دو ماداغاسكار نزيدوا له في القيمه الفلان نزيدوا له لا كوز دو فاني نقدروا نزيدوا فواكه نجوا اللي حبينا وي نقدروا ان شاء الله نديروا تحليه كذلك سميحه بالفواكه باسكو كاين بزاف محبين فواكه بزاف بزاف يحبوا ذوق الفواكه بلا فاني حصلت لك نجوى شربي شويه ما سي بون سي بون تري بيان الو جيبيها هنا اي سامحه جيبيها هنا سخونه 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 حبيت تحرقيني لا لا يختني قعدنا شوكولا اي لافاني نديرو لافاني ونزيدو شوكولا الشوكولا حيعطيها ذوق وتماسك من بعد اكزاكتومون وي تصون بون هيلا الله يبارك حنا درنا ها لينا والجيران نتوما نزيد نعمر بعد الفاصل نزيد نعمر شويه تعمر هيا شكرا الو هكذا ونعمرو نيفيرين نحقهم حتى الفوق نغطي مليح بهذه الطريقه لازم هكا ديكوب باش يبان الديكور اللي درنا باش يبان الديكور غير لازم هم الفوق سميحة اون فوا يبردو نديرو لهم ان بو دو كاكاو غير شوية تاع كاكاو نقدرو نديرو واش حبينا قلنا الفاكهة كاكاو شوكولا غابي ولا يعطيك الصحة إذا مشاهدينا حنا نروحو فاصل ونعاودو نرجعو لطاولة التقديم تروح شباب مشاهدينا لحقنا لنهاية الحصة كما راكم تشوفوا الطاولة راهي مزينة طاولة رمضان ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا احنا كانت الحقيقة متعة متعة بعد التعب المتعة متعة كي قعدنا ارتحنا حسينا باللي خدمنا صح ماشي صح حتى ربت البيت يعني صراحة شوفي تتعب في الكوزينة بصح لفات اللي من بعدك تشوف طابلتها محضرة من خبز من شربة بورك طبق ولازم سميحة نشكروها والتحلية لأنها تتعب والله غير بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وجزاك الله خيرا كاين تاني كاين من الاب هما يطيبوا كاين طباخين كذلك ماشي غير طباخات يعني يعطيك الصحه نجوى الله يسلمك الخبز راهو يشهي وانا راني حابه نفتح وحده واش نقول لك هكذا نفتح مع نجوى معليش اي فتحي نفتح هيا اوكي بسم الله شوفوا راهو فيتي شوفوا كيفاش راهو فيتي الله يبارك نجوى يعطيك الصحه فريمون والله العظيم شوفوا خيوط خيوط راهو
بلا ما حليته ما حليته راهو مالي. انا هذا الخبز روعه 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 ولا غادي نفتحوا انا نشاهوا فيهم شاهدكم في الجنه. امين. الخبز هايل ما شاء الله، ان شاء الله تكونوا حفظتوا الوصفه. وكذلك سميح الطبق يعني سهل، ونحب لنا هذه نحبوها احنا تكون حاضره فوق الطاوله في رمضان. صح. والتحلية طبق شباب نجوى شباب بوي. والتحلية سميحة، والتحلية اللي كنا هضرنا عليها وخناها تبرد، ومن بعد كسكرفجنا شوكولا، شوكولا سوداء ولا بالحليب لنا الخيار، ومن الفوق درنا اون بتي توش غوج اللي جات شابة، حنا نعرفوا البن لون البني الحب الأحمر، درناها من الفوق. يعطيك الصحة، التحلية يحبوها كبار وصغار، هذه نأكد لك. الله يسلمك يا شيخ. إذا مشاهدينا نقول لكم صحة فطوركم، نتلاقاو في حصة مقبلة إن شاء الله. الله. وصحة سهرتكم. مع السلامة. مع السلامة. إلى جميع عشاق الكسكس، إكسترا تضمن لكم نجاح وصفات الكسكس عالية الجودة، شهية ولذيذة، صحية وسخية، مع مجموعة كسكس إكسترا المختلفة: كسكس متوسط، كسكس رقيق، كسكس القمح الكامل، وكسكس الشعير. فاجئي نفسك مع كل وصفة. إكسترا بنان، هذا مكان.